صافي السلام عليكم. مهزلة ديال الديربي هذا اول ماتش اول ديربي غادي نشوفوه فيه المهزلة، هو هذا الديربي اللي غنشوفوا فيه المهزلة، هو هذا بلا جماهير بلا والو. شوفوا الديربيات ديال البارسا وديال الريال، شوفوا الديربيات ديال فرنسا، هذا راه مهزلة ديال الديربيات هذا، بلا جمهور بلا والو، واللعب ما كاينش لا رجاء لا وداد في هذا الماتش هذا، ما كاين حتى شي حاجه كاع، ولكن كلشي هذا الشيء هذا كلشي داروا الباس، خاصك الباس باش تدخل التيران، وهو التيران قال لك غادي نحلوه، ما باقي ما كاين والو لا جماهير لا حتى شي حاجه، وحنا لا بقينا كنشوفوا في المهزله ديال الكوره، راه ما كايناش كوره كاع، الرجاء والوداد مشات، الرجاء والوداد راه ما بقاتش كاع، راه كنشوفوا التصاور ديال الوداد والرجاء على السميه، ما بقاتش ديك الرجاء والوداد اللي كنعرفوا. بون اش نقول لك، الديربي داز على اساس انه سميته ديربي، اما هو الديربي الاصلي والحقيقي ماشي ديربي، والديربي بلا جمهور ما ماشي ديربي، وهذه مقابله كانت فيها اتفاقيه وكانت فيها يعني بزاف ديال ما غاديش نقول كان فيها يعني واحد الاتفاق ما بين الطرفين، ولكن ربما كان فيها شي تعليمات من تعليمات سواء من الاداره المسيره ديال الفريقين او الله اعلم. مهم اليوم المقابله باهته فلو، هذا هو اللي بغيت نقول لك، والديربي في هذا الوقت الراهن الله يرحم الديربي اللي كنا كنتفرجوا فيه بدون جمهور، ما بقاش الديربي، يطلقوا للجمهور يحضر الجمهور، اللاعب غيبين اللعب ديالو وغتبين الفرقه غتبين اللعب ديالها، وغيكون التحدي والمنافسه، لكن دابا دازت المقابله على اساس خاصها تدوز لانها في تاريخ معين خاصها تدوز، ودازت وصافي، هذا الشيء اللي كاين. الماتش ديال الوداد اليوم ما كانش في المنتظر كيف ما كان الدربيات اللي معروفين، كما شفنا الدربي اللي كان معروف شحال هادي ديال 4-4 هذا كيبقى ماتش تاريخي، ولكن كون ميم بعد راه ما كانش مستوى كبير، شفنا محاولات كبار واش غنقول لك، يعني الماتش كان في المستوى واخا ماشي ذاك المستوى اللي كنا كنتظروا حنايا كبيضاويين، ولكن الحمد لله كان ماتش زعما نقدروا نقولوا ماتش متوسط، ماشي يجي ديك الـ ديك الـ الحركيه اللي كنا موالفينها في الديربيات اللي كنعرفوهم في الدار البيضاء، وهذا ما كان. السلام عليكم خويا، المقابله ديال اليوم راك شتي كيفاش كانت، شويه وصافي، المهم ما عندها حتى طعم، بلا جمهور بصراحه راك عارف كيكون فراج هذاك الشيء ناقص، هذا الشيء اللي كاين، المهم تعادل راه مرسك من الطرفين، والسلام عليكم.